تم المعلوش فيه تصميمين تعرضن زي هجوم زي الإدارة المعمل المجلس الإدارة ستطن دي سنوقع يخدام المدة دي عامل وخان شي نقام إضراب مفتوح واعتصام داخل المعمل وعن تعرض التهديدات الاستفزازات زي المجلس الإداري للإدارة. بالنسبة للملف البحث والمصالحة بين جانب توفتح نواب مسكارو عاد قاتل فتوح وطل الجهة الوطنية عاد يقيم يعزم اوكس نوبي ذا الحل اما المدة النزير وقتنا يحتاجو عاد تما نتراجع المسؤولين الاقليميين الوطنيين اذا عزم الحل كما لايا لان روح المشكلة وليتي يجي شي تهدد خدامها اللي غيتهدد تما غير مجموعه خدامه اللي ما وقع الطرد المشكل يتهدد المنطقه كمال يتهدد التعاونيه كمال لان التعاونيه مخرج جاغا مزكارو مخرج نسليت لان مده مثلا نشن مثلا زكام يدوز في غرخه 16 عام مخرج جاغا وقت الني وقيم جي قال مستوى الني تني المردوديه ينسى هو يعني قد حاله الافلاس يجن حاله الافلاس الكواز ما من الوالدي أضع التعاون يا أضغار لي فتح على تنظر المنطقة الكمال وخذني تين تناشد القوى الحية الإقليم كنت حين تناشد القوى الحية قاري في كمال باش تسندن تسمى غي خدامة تسندن لي فتح لأن ذي النيج مجموعة وذان جي مجموعة الصماصير المفسدين سيطان في المراكز القرار دقن مين خسان استفاد من مين خسان ثاني تيروخا تسمى الطلب زي جميع الهيئات الحقوقية المدنية النقابية باش تبدل أكيف الجحان ذي خدام باش تنقذن الوحدة يا ثاني تي لأن ذكو الإفلاس أخدام إيكو تسمى الطرد الضياع يطعنا مدة عام وسنت خيرس مخاص قان غين عاشين والو وذان غاصن العائلة وستيفي تنزيوالا وتما الجوع الضياع زائد الاخر الهجمة التهديد الاستفزازات وتلقاز المسؤولين. سيدي خدام المملوش فاي نناشد الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإيجاد الحلول المعضلة اللي خدام المملوش فاي. بني بوعياش. بني بوعياش، اتحاد التعاونية الفلاحية بني بوعياش. نتجنقش الوضعية كارثية بعد ما وضن ما يقارب عام من الاعتصام نهار 19 زيد 12 ونتين هذه كمل عام لذا فنطالب بالتدخل العاجل لايقاف المهزله ثانيتين نطالبهم كذلك بالتحقيق للاختلالات الماليه اللي يصوغ المعمل غا الكارثة يا ثانيتي ميك تجرب